هكذا بدا مشهد الأمسية الميلادية التي مزجت بين الترانيم الشرقية والغربية بمناسبة الاحتفالات بعيد ميلاد السيد المسيح في كنيسة اللاتين بدمشق برعاية المركز الثقافي الروسي وبالتعاون مع دير أباء الفرنسيسكان. نحن في عيد الميلاد نعيد مع إخواننا المسيحيين ووزارة الثقافة تجسيد لهذا التآخي، لهذا التماسك المجتمعي والديني بكل الطوائف المسيحية والإسلامية. نقول كل عام وأنتم بألف خير، وعام جديد إن شاء الله على سوريا، على وهذا الوطن الذي عانى الكثير لكنه بإذن الله سينهض وسيقوم وهو على درب الخلاص. اليوم هذه الأمسية جسدت الحضارة بكل معنى الكلمة، حضارة أهل سوريا الذين بنوا هذه الأرض. نحن نحب أن نقدم للسوريين الفرح والأمل وجو القداسة وجو الفرح طبعا، وأصدقاؤنا من فرقة السماوات وفرقة الجاردينيا جمعوا اليوم جهودهم في تقديم التراتيل الدينية القديمة، وهذا كذلك مشروع مهم جدا للحفاظ على التراث السوري الشعبي والديني. الأمسية الميلادية تضمنت فقرات منوعة لفرقة سماوات وكورال جاردينيا، وقدموا باقة من الألحان العريقة العائدة لمئات السنين والتراث القديم لتعزيز قيم السلام والتسامح الاجتماعي داخل المجتمع السوري.